طب دكتور حسام، انت حضرتك او كل حضراتكم بتقولوا ان السمنه هي اللي بتؤدي للخلل الهرموني للست اللي بيجي لها مونوبوز. اوكي، بيجي بعد المونوبوز مفيش بشهرين ثلاثه، وانا واحده منهم، اجي املى في البطن، اجي حد تاني اصحابي يملوا في الايد، يعني في زياده بعد المونوبوز. ولما بنسال كده في القعده لك اصل عشان الهرمونات خلاص قلت من عندك فالجسم ابتدى يتخن، هل ده صحيح بالذات انها بتحصل؟ هو صحيح. هو ايه اللي بيحصل في فتره الفتره العمريه بتاعت انقطاع انقطاع الطمث؟ الطمث. ان الجسم بيتحول من حاله الى حاله اخرى، بمعنى يعني من حاله ان كان في جسمها الاوركسترا اللي انا بحكي لحضرتك عليها ديت، وكانت بتدي هرمون استروجين في جسمها، ثم انقطعت الاوركسترا دي خلاص توقفت عن اللعب، هتكمل جسم حياتها بهرمونات برضو بس بقت على حاله تانية. اوكي، وبالتالي الجسم بيرسبوند برد فعله بيختلف بقى شويه عبال ما يتأقلم على الحاله الجديده ديت. يعني هو هنا هل الجسم كأنه جسم تاني مثلا؟ يعني بالظبط راح يا فندم. حد وجه حد ايوه تاني؟ بالظبط بالظبط يا يا سيدي، فندم، زي ما سؤال كان حلو. البني ادم قبل البلوغ جسم، وبعدين لما بلغ بقى جسم طب تاني. هنا بقى في المرحلة دي بينصحوا بهرمونات تعويضية، وفي ناس ضد الهرمونات التعويضية، اوكي، يعني يقولوا الهرمونات التعويضية اللي الستات بتاخدها دي هتجيب سرطان، في ناس يقول لك لازم تاخد هرمونات تعويضية عشان العظمة والظهر، ايه بقى الدقيق في القصة دي؟ اولا الهرمونات التعويضيه ملهاش علاقه بالسمنه والقصه اللي احنا فيها. انا فاهمة. الهرمونات التعويضيه لان حرمان الجسم من الاستروجين بيعجز بيعمل بقى بيعمل اعراض الحركة بتضايق دي. الست. ايه هي الاعراض دي؟ طبعا اعراض المزاج والاكتئاب وفقدان الرغبه او الدافع الجنسي. الحاجه الثانيه الهوت فلاشز، هبات السخونه، تمام، الجفاف في منطقة المهبل، ومع تقدم الوقت هشاشة العظام، أو مش إن لازم يحصل لها، بقت زادت نسبة أو الريسك إن يجيلها يعني هشاشة عظام، وزاد الريسك بتاع إن يجيلها ذبحات صدرية بعد ما كان الاستروجين بيحميها. طيب لو انا هاخد بس جزء من السؤال بتاع سوير، ان احنا في بعد المونوبوز ده حضرتك بتقول ان الهرمونات ما بتبقاش بتبقى نورمال، في حاجات فيها نقصت، ايه اللي بيخلي في الفتره دي الوزن يزيد مثلا؟ تبقى ست محافظه على وزنها، ودي سؤال ليكي يا ريت تردي عليه كمان. تحب مين زي ما لا اتفضل يا دكتور حسام. هتفضل اجابتي انا عشان مخش معاك وقت. في اي حال من الاحوال، راجل او ست في اي عمر من الاعمار، ايه اللي بيخلي الوزن يزيد؟ الاجابه زياده في السعرات الحراريه اللي احنا الجافه للجسم فقط. بس فقط شكرا. طب دكتوره داليا عندها راي تاني انها هو هرمون. مش راي تاني، هو طبعا الكالوريز الديلي، يعني الكالوريز اللي بناخدها في اليوم دي ليها عامل جامد جدا. توزيع الاكل، السناكينج طول الوقت ده، ان انا طول النهار قاعده باكل، ده كان زمان يقول لك ايه خدي 5 وجبات عشان تخسي عشان تشغلي الميتابوليزم بتاعك، لا ده طبعا غلط، لان انا كل حاجه بنزلها بتطلع انسولين، مشكله الانسولين ترجع ترد لنا تاني، انك انت كل حاجه بتاكليها سبايك الانسولين، فيبتدي الانسولين ده هو اكبر مصنع للفاتس في الجسم. اوكي، فحته بقى المونوبوز دي عشان نبقى سبيسيفيك شويه في سؤالك، لما الاستروجين بينزل قوي عشان الاوفرز دي خلاص ما بتبقاش فيها الاستروجين، احنا في النيوتريشن ابتدينا نعمل حاجه جديده، ان احنا يعني بنحفز الادرينال جلاندز اللي هم بدل البويضات، لانها برضو بتطلع استروجين in a way kind، فما بتبقيش محتاجه قوي المكملات او اللي هي الحاجات التعويضيه دي بقى بالاكل الصح وبالانسولين ريزيستنس، ان احنا نشيل الانسولين ريزيستنس من الجسم، نحاول نقلله، وده اللي هو فعلا الدكتور بيقوله بالكالوريز وبالصيام، لازم يبقى في فترات بنقفل بقنا خالص علشان الانسولين ريزيستنس ده الحل الوحيد بتاعه الصيام. ايوه، اقلل ستريس واعمل اكسرسايز، ملوش حل تاني. استنى دلوقتي الهرمون رابع قصدي، يعني الهرمون ليه عامل برضه؟ لان لو هي دايره يا سهير، يعني الدايره ماشيه ازاي؟ الهرمونز لو مش مظبوطه الست ما بتبقاش قادره تظبط اكلها، وبيبقى عندها كريفز كتيره جدا، يعني طول ما الدم البلاد ستريم ده فيه جلوكوز كتير وانسولين كتير، هي عندها كريفز عايزه اكتر واكتر واكتر. ف
طبعا اللي الدكتور محمد بيقوله ان هو الكالوريز والكلام ده اكيد الكالوريز اكيد، بس احنا مثلا بنشوف دايتس كتيره قوي فيها هاي كالوريز قوي والناس بتخس. اوكي، لانها برضو في الحته دي لعبه الهرمون بالانس.